اللي سابقة بالتحديد. شفنا رمضان صبحي من أسبوع راح زار مستشفى 57 357 لمؤازرة المرضى هناك في هذه الزيارة. النهاردة على نفس غرار رمضان صبحي ذهب كل من حسين الشحات نجم النادي الأهلي، الأنجولي جيرالدو، وليد أزار، والتونسي كمان علي معلول. ده كان بناء بالمناسبة بناء عن رغبة الأطفال اللي طلبوا هؤلاء اللاعبين بالاسم، بالاسم بالظبط. الطفل اسمه يوسف اللي طلب ان هو يجيب، هو تقريبا ده يوسف اللي معاهم في الصوره يا جماعه، اللي علي معلول بيديله التيشيرت بتاع علي معلول، وجنبه حسين الشحات كمان اهو كان معاهم وليد ازارو. الطفل ده بالتحديد طلب وليد ازارو، طلب علي معلول، وطلب حسين الشحات. جيرالدو كمان كان حريص ان هو يذهب معاهم عشان يعني يكون مساند لهؤلاء الاطفال ويرفع من معنوياتهم طبعا لمواجهه هذا المرض الصعب بكل تاكيد. زياره كانت مهمه جدا، وكان في سعاده كبيره جدا واضحه على الاطفال، بتحديد الطفل يوسف اللي طلب ان هم يكونوا موجودين، وخد طبعا بعض الهدايا والصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. دايما اللافتات الانسانيه بتبقى مهمة جدا وضرورية جدا بالنسبة لنجوم مجتمع، سواء كلاعبة كرة أو فنانين أو كلام من ده. لعيبة الكرة كمان بيحظوا بالنصيب الأكبر من حب الأطفال، لأن هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، والكل في الحقيقة مختلف أعماره بيتابع لعبة كرة القدم. فبالتالي اللقطات اللي احنا بنشوفها قدامنا دي لقطات مهمة جدا ومميزة جدا. لعيبة النادي الأهلي زي ما احنا شايفينهم موجودين في مستشفى 57 357، مستشفى سرطان الأطفال. ده كان أيضا